السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم التحضيرات ديالي للاسبوع ديال بنتي، واحد السلسله ديال الفيديوهات كنتمنى ان شاء الله تشوفوها وانتم تكونوا باحسن الاحوال يا مولانا الكريم. وكذلك ما تنسوناش من البصيمات ومن البارطاج ومن الكومونتيرات ديالكم الزوينه اللي كتشجعني. ودابا نبداو على بركه الله. انتم كما كتشوفوا بديت بالقلي ديال اللوز هو الاول، وكذلك ديال الكاوكاو. بالنسبه للوز ما تحمروش بزاف، راكم عارفين كياخد اللون ديالو يعني بلا ما يعني تحمروه بزاف. كذلك كاوكاو، هنايا التصوير الاضاءه كاين يعني قويه، كيبان لكم بان الكاوكاو محمر بزاف، راه ما محمرش بزاف يعني كيجي هو هذاك. هانتوما غادي تشوفوه معايا غير لا فيديو كيبان فيه بانه محمر. هانتوما كيهز واحد اللون مذهب كيجي رائع، غير ملي نديروه في الزيت نقصوا له البوطه باش يعني تقلع على خاطرو. هانتوما غادي نطحن الكاوكاو ديالي، انا هاد الماشين كطحن لي الكاوكاو واللوز كتخليهم لي مهرمشين، يعني ما كطحنهمش حتى كتلينهم وما كتخليهمش يعني كما كنقولوا مكمولين. هانتوما كيبقاو هنا بحال كسكسو. هذا هو يعني القوام اللي غنخلي عليه كاوكاو واللوز باش غادي ندير بهم سلو. ومن طبيعه الحال ديجا يعني حمرت كيلو ديال الطحين او كيلو ديال الدقيق الفارينه، كل واحد كيسميه، يعني حمرته في الفران وصافي. درت معاه نص كيلو ديال الكاوكاو ونص كيلو ديال اللوز كما شفتوا، وكذلك نص كيلو ديال الجنجلان اولا ديال الزرارع، كل واحد كيقول لهم. درتهم كذلك في الفران على نار مهيله وخليتهم كيتحمروا على خاطرهم باش ما يجيكمش هكا باقين فيهم الريحه ديال الخضوريه يعني ما طايبينش. وكذلك دوزتهم هكا غير بالزربه في لا ماشين. ها نتوما نص كيلو ديال الجنجلان، نص كيلو ديال اللوز، ونص كيلو ديال الكاوكاو. عندي هنايا ثلاثه د المعلقات يكونوا كبار ديال القرفه. بالنسبه للسكر كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو، انا ما درتش هكا بزاف ديال السكر، ثاني دا جاتني هي هذيك ثمان زلافه هكا ديال السكر. كذلك عندي هنايا ثلاثه ديال المعالق ديال النافع، وكذلك الرز المعلقه ديال الكوزه. هذه هي الزميطه او السلو اللي درت للاسبوع ديال بنتي، يعني طريقه جد سهله وعبار اللي صغور وديروها في رمشه العين. داكشي اللي شاركتها معكم، واللي بغى العبار الكبير راه عندي الفيديو في القناه، تقدروا انكم تدخلوا للقناه وتشوفوا لا فيديو كذلك يعني مشروحه بالتفاصيل وفيها جميع المقادير والعبارات الكبارين. هانتوما بالنسبه للزيت درت نص سيترو الزيت، جاتني هي هذيك نص سيترو في كيلو ديال الدقيق، ونص كيلو ديال الجنجلان، نص كيلو ديال الكاوكاو، ونص كيلو ديال اللوز. ومن طبيعه الحال رميت هكا حبيبات ثمن ربعه ديال اللوز هكذا مكمول باش نديكوريو به. ودابا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يطلق على خاطرو، وعاد غادي نرجع له ان شاء الله. ودابا درت نوجد معكم التمر بالطريقه ديالي، طريقه اللي مزيونه كيجي يعني هكا هماوي، تقدروا انكم تقدموه للضيوف ديالكم، تقدروا ديروه هكا في المائده ديال رمضان اللي كيعجبكم التمر معمر، اولا ديروه للاسبوع العرس لاي مناسبه كيجي غزال. خديت انايا التمر المجهول، درت هكا طبيسيل درت فيه الماء زهر وسربته هكا، وبديت كنمسح التمر ديالي. راكم عارفين من الغبره ومن يعني ما اي حاجه تقدر تدوز عليها هكذا، اللهم نمسحوه يكون نقي. هانتوما ومن بعد غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نزينو. وخليكم معايا، خديت هنايا كيلو ديال اللوز مطحون، درت فيه شويه ديال الزبده، شويه ديال الماء زهر، وكذلك درت فيه معلقه ديال القرفه، وما درتش فيه السكر كلاصي محقاش. ما تنساوش بان التمر المجهول حلو. وكذلك خديت هنايا اللوز ايفيلي حمرته شويه، شويه ديال الورد، وشويه ديال البيستاش اللي ما مالحش يعني بيستاش مسوس باش غادي نزين. وكذلك خديت هنايا الناباج باش ندهن التمر ديالي باش الا سقلي تزين عليه. هانتوما غادي ناخذ هكا شيتا اولا معلقه ونبقى ندهن التمر بالناباج ونغرس فيه هكا اللوز ايفيلي. وانتوما تزين كما كنقول لكم ديما، تقدروا تزينوا باي حاجه بغيتوا. بالنسبه للوز غتقولوا اللوز ما دارتش فيه السكر غيجي مسوس، راه كيجيكم هو هذاك مع التمر، لان التمر المجهول يعني حلو بزاف. دونك الا زدتوا الحلاوه ديال السكر مع الحلاوه ديال التمر غادي يجيكم اللوز يعني حلو بزاف، اولا التمر معمر حلو بزاف ما غاديش تقدروا عليه. الا درتوا داك التمر الصغور هذاك ما فيها بس ديروا شويه ديال السكر كلاصي، اما الا درتوا التمر هذا المجهول ما ديروا فيه لا سكر كلاصي لا والو في اللوز ديالكم، خليوه هكاك طبيعي وضيفوا عليه التمر. ديجا الحلاوه ديالو راه كافياكم يعني باش ما يجيكمش بزاف حلو. هانتوما الطريقه ديال الزين، كناخذ هكا تميره نحلها بطبيعه الحال، مسحتها كذلك من الوسط غير ما بغيتش نطول معكم لا فيديو. كندير فيها العقده ديال اللوز، كندهنها شويه بالناباج من الفوق باش يلصق لي عليها داك التزيين، وغادي نبدا ندير هكا بحال دابا لي
الثانيه كنزوقها هكذا بالورد، كيجي حتى هي الزواق ديالها مزيون هكا تزين. الا بغيتو تزيدوا لها حتى داك الورق ديال الذهب او لا، يعني كيجي مزيون. انا كل مره باش كنزينو، هاد المره هادشي اللي كان عندي موجود في الدار زينتو بهاد المكونات اللي عندي، اللوز ايفيلي والورد والبيستاش. هانتوما بالنسبه للبيستاش كذلك ما طحنتوش هاد المره، خليته هكذا مكمول، بدلت شويه يعني ما نديرش اللوز مطحون وهو مطحون، اللهم نبدل هكذا شويش. كذلك مسوس ماشي مالح باش ما يجيكمش الملوحيه في اللوز، وصافي غنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها. ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نرجع ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال التقديم اولا ديال لا ديكوراسيون اللي غادي ندير ان شاء الله في التمر، باش غادي تشوفوها معايا ان شاء الله، تقدروا انكم تستافدوا منها تحتاجوها هكذا في العراسات ديالكم اولا في اسبوع في حفله في اي بوفيه بغيتوا ديروا تقدروا انكم تحتاجوها. وكذلك كما قلت لكم في المائده ديالكم ديال رمضان على الابواب ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر. تقدروا انكم تزينوه بحال هكذا تحطوه في الطبيله ديالكم كيجي مزيون. كذلك بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكذا اللوز معمر يعني كيجي مزيون. هانتوما بالنسبه لهاد التميره يعني زينتها كذلك بالورد كيعطي واحد النكهه مزيونه للتمر ديالنا، وكذلك لا ديكوراسيون كيجي داك اللوين هكذا في الغوزه ولا كيجي مزيون مزيون. هانتوما كما كتشوفوا غادي نستمر هكذا حتى غادي نكمل، ومن بعد عاد غادي ندوز معكم ان شاء الله كما غتشوفوا. غادي ناخذ هنايا نزيد واحد اللمسه اخيره داك كما كنقولوا لي بايات اولا السقلي ديال اليمونتير ديال الماكله، غادي نديرو هكذا غير على اللوز. انا بغيت نديرو غير على اللوز باش يعطيني داك اللمعه ديالو. اختارته كذلك في الذهبي، محقاش باغي ندير البيفي ان شاء الله في الذهبي، غادي تشوفوا معايا في الفيديو الجاي الا كتب الله، وغادي تعطيني الراي ديالكم. هانتوما كيجي مزيون الشكل ديالو، لا بالنسبه للي مزيين بالبيستاش ولا اللي مزيين باللوز وكذلك ديال الورد. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله غادي نحطوه في البليسه ديالو اولا في السيبوره ديالو. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا خديت هاد السيبوره هي اللي بغيت ندير فيها ان شاء الله التميرات ديالي باش يجيو هكا الشكل ديالهم مزيون. نتوما حرين تقدروا انكم ديروه في غطياره ولا في بلاطو ولا فاش عندكم كما كنقولوا بنادم ما يكلفش على راسو، فاش ما كان عنده يعني هكا في الدار موجود يقدر انه يخدمه. يعني بنادم غير في لا ديكوراسيون هي اللي كتحكم، اما كلشي بحال بحال. هانتوما من بعد ما صيبت كلشي هانتوما في هاد السيبوره صراحه كجات غزاله غزاله غزاله. ودابا غادي ندوز نغلفها باش غادي نخبيها كما كتعرفوا، ما غاديش ندير يعني هاد السبوعات النهار، يعني عندي معكم سلسله هادي راه يومين قبل الاسبوع بديت هاد التحضيرات، غادي نديرو هكا في المويكه ديالو باش يبقى يعني شاد راسو حاضي راسو ما تدخلش فيه الغبره ولا تدخل فيه شي حاجه، ونخليه على جنب ان شاء الله حتى غادي نكمل بالتحضيرات ديال كلشي ان شاء الله. وعاد غادي نحطو الضيوف ديالي ان شاء الله باذن الله. كنتمنى يكون عجبكم والفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوها كما قلت لكم سواء في المناسبات ديالكم اولا في عراضه اولا في سيدنا رمضان اولا فوقاش ما بغيتو. وفوالا ودابا دزنا للسلو اولا السفوف كل واحد كي كيسميه، من بعد ما خليته ليله كامله يعني حتى يعني القوام شربوا داك كما كنقولوا ديال داك السكر وداك الشيء، وعاد غادي نعمرهم هكا في الكويسين كذلك حتى هما. خديت هكا كويسين صغورين وبديت كندير فيهم الكميه ديال سلو اولا الزميطه اولا كل واحد كي كيسميه كما قلت لكم قبيله. غادي ناخذ هكا نبقى ندير كميه بكميه حتى غادي نكمل. انا اخترت هاد الكويسين جاوني مزيونين حتى الشكل ديالهم يعني هكذا وعمليين وكيهزوا بامال، يعني ماشي حيت لقيت كويسين اللي صغورين على هادو يعني جاوني ما غيهزوليش بزاف، يعني هكا من الثمن معلقه صغيره ما كيتهزوش. داكشي علاش ما بغيتش داك الكبارين بزاف ما كيجيوش مزيونين، وما بغيتش داك الصغورين خديت هادو كيجيو متيولين كيجيو مزيونين حتى في الشكل ديالهم. هانتوما غادي نستمر هكا في التعمار الكويسين ديالي، ومن بعد غادي ندوز لهم. خديتهم هكا كذلك معلقات في الذهبي كما قلت لكم قبيله على حساب البوفيه خدمه بالذهبي، داكشي علاش بغيت يعني نبقى في الميم كولير. هانتوما غادي ندير هكذا نغرس معلقه معلقه في كل طويس اولا في كل كويس ندير فيه معلقه، ومن بعد عاد غادي ندوز باش غادي نغلفهم ما نخليهمش هكذا. كما قلت لكم راه دابا مازال السبوع ما وصل، راني غير كنوجد
راكم عارفين يدي بوحدي، يعني ما غاديش نقدر ندير هادشي كله في ليله واحده. ولا كما كتعرفوا في المغرب كيكونوا الحباب كيكونوا يعني هكا الناس مجموعه مده طويله 8 7 ايام ولا هكا، كيبقاو يوجدوا ويتعاونوا، يعني الضحك والهضره عما بنادم اللي كيكون في الغربه، وهذا يعني لابد انه يصيب شويه بشويه وعاد غادي يوصل للنتيجه اللي بغاه هو. وهادشي ما كان ضريبه الغربه هي هذه. كنتمنى ربي يسهل على كل واحد، وكما كنقولوا اي حاجه جات كدوز، ما كتبقاش كل حاجه هي هي. هادشي ما كنتمناو من الله الكوراج، وصافي بنادم يدير الكوراج. هانتوما خديت كذلك هاد الشاسيات، خديتهم اللي كنديروا فيهم الزميطه، درت فيهم انا هاد الكويسين هادو، وكنبلعهم هكذا بالسينتا من الفوق هكا، وكندير لهم هاد لا بيتي ديكوراسيون. راكم عارفين كل واحد كيعرف يعني يصيب يعني بالطريقه ديالو لا ديكوراسيون، غير انا كنبغي نشارك معكم اي حاجه. ودابا ان شاء الله كما قلتكم بالمناسبه ديال السبوع بنتي بزاف ما يتشاف، بزاف ما نشارك معكم. داكشي علاش بديت معكم من نهار الاول، بديت كنوجد، بديت معكم بالتمر وبسلو او الزميطه، وان شاء الله مازال غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال البوفي ديالي، وكذلك النهار ديال السبوع ان شاء الله باذن الله كل شيء غادي نشاركو معكم وحده بوحده. كنتمنى غير الدعم ديالكم والبارطاج والبصيمات ديالكم، كومونتيرات زوينه ولهلا يخطيكم. ودابا كما كتشوفوا كملت يعني هكا الكوينسين ديالي بالتعمار، وكذلك ديكوريتهم بداك السينتا من الفوق بداك الوريضات وبلعت عليهم. ودابا غنخليهم ان شاء الله حتى غادي نوريكم الصوره اللي قدمت فيها الكوينسين ديالي. هانتوما كيما كتشوفوا درتهم هكذا فهاد السيبورا، جاو زويونين الصراحه، الشكل ديالهم جا مزيون. تما وغادي تشوفوهم ان شاء الله نهار الاسبوع، والنهار كذلك ديال البوفي غادي تشوفوه معايا، وغادي تعطيوني الراي ديالكم. وكذلك بالنسبه للتمر جا غزال 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 ملي قدمته هكا للضيوف ديالي، وكنتمنى الدعم ديالكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، وبقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم وخليتكم فرحة الله. وما تنساوش اللي مازال ما تابوناش في القناه كنقول له مرحبا والف الف مرحبا، فضلا وليس امرا. مازال غنحط لكم ان شاء الله التتمه ديال التحضيرات ديال السبوع ديال بنتي. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم خليتكم فرحة الله، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.